السلام عليكم، اهلا بكم من محبي زيدان. النهارده هنبدا فيديو جديد، فيديو تسريبات لسيزون 17. يلا بينا. ادي العرض الاعلان بتاع سيزون 17. هو اللبسه دي بتاعت الارض هتبقى جامده قوي. لا، الظاهر انها عظمة. معانا اول حاجة في السيزون هي الاوزي، سكن الاوزي شكله جميل. لا، عظمة عظمة. طبعا دي قسيمة، وهناخد طبعا اللبسة بتاعت المخزون التالت بتاع الار بي. عندنا الوش ده شكله حلو، مش احسن حاجة بس حلو. يا ترى ايه الوش، ايه الخوذه بتاعت السيزون دوت؟ معرفش، بس بيتهيألي هتبقى حاجه جامده. يعني السيزون ده شكله حلو، ويقولوا ان في لبستين مسك. هنشوف دلوقتي معاكم. معانا موتوسيكلين طبعا في ار بي 9، وعندنا مها قصايم، ودي العلاقه اللي في الشنطه. لا، اللي في الشنطه شغاله، كان في احسن منها في سيزون 14. في معانا دلوقتي الشكل بتاع سيزون 17، اللوجو اللي بيتحط في الفريم، ودي الرقصة قريبة كده من الهنود وكده، والخوذة، الخوذة شكلها حلو السيزون دوت. لا، شكلها جامد، شكلها عامل شبه بتاعت الفرعون بتاعت السيزون اللي فات في العرض الايفنت. والاوزي، لا، طقم لايق على بعضه حلو. عندنا في ار بي 25 عندنا الرقصه بتاعت بردك، رقصه شكلها من بتوع الهنود. وعندنا بردك قصايم ديت تقريبا عامله شبه المترو. وفي هنا عندنا الباراشوت، يوخ الباراشوت جامد قوي يا جدعان، باراشوت عظمه عظمه فوق العظمه، وكمان مجاني يعني مش لازم تكون شاحن. عشان في عندنا سكن القنبلة بردك شكله حلو، شكله بردك قديم بس حلو، ليه بردك الشكل قريب من بتاع الفرن. عندنا دلوقتي هنا الطيارة، سكن الطيارة جامد بس هو عادي يعني، في كان في أحسن مواسم اللي فاتت، كان في بتاع موسم 14 بردك كان حلو، موسم 12 كان سكن الطيارة أحسن. عندنا دلوقتي بردك الشدات، عشان 600 شدة اللي بتتجمع في آخر الموسم. في عندنا سكن الفيكتور بردك، سكن مجاني في أربي 50، كويس قوي، كويس بقوا يهتموا بالسكنات المجانية، مش لازم تكون شاحن علشان تاخد السكنات دي. في عندنا سكن المانجل دوت شغال، هو قريب من العادي بس مش فارق قوي يعني. عندنا طبعا اهو الفريم في أربي 55، شكله جامد وكمان احسن من مواسم ايام ما فاتت يعني. حاجه عظمه. وادي اللبسه بتاعت ار بي 60، تحس انها لبسه ار بي 100 بس مش هي. ايوه جامده قوي يا جدعان، جامده يعني مفيش وصف يتقال عليها الصراحه، مفيش وصف. بص الخوذه، الخوذه مع اللبسه تحس انها هي لبسه مسك اساسا يعني. متخيل انت الناس اللي بتنافس على المسك فاشن، اللبسه دي هتساعدهم كمان. لا، حاجة فوق الروعة. السيزون دوت شكله هيبقى من أجمل السيزونات من حيث الاسكنات. الشنطة برضك جامدة، كانت نازلة في لفات قبل كده شكل قريب منها في وقت الميني التلج يعني، لو حد فاكر. وادي اللوجو، يوخ اللوجو برضك عظمة، جايبين شخصية قريبة من شخصية كارلوس، حلوة حلوة قوي الصراحة. وادي الرقص، شغال شغال. هي الرقصات السيزون دوت مش حلوه قوي، بس السكنات الصراحه فوق العظمه. عندنا بردك سكن ام 16، بس بردك كل ده للي شاحنين. سكن ام 16 فوق المتوسط. عندنا طبعا الروم السبع ايام في ار بي 91، شبه كل موسم بيحصل كده.
عندنا بقى بتاع عامل شبه بتاعة المترو تقريبا، هي بتاعة المترو لسه هنتأكد. وادي لبس ار بي 100 العظمة كلها بقى. اوه لا 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 لا، عظمة عظمة. لا لا انت عارفين هو تقريبا سكن تطوير اللبس بتاع ار بي 60 المسك، بس مش عارف هيتحسب لنا 2 لبسات مسك ولا ده تطوير ليه، بس هنعرف قريب اوي يعني. ادي سكن العربية، ادي سكن العربية اللي هو هنلاقيه في الصناديق اللي بتطلع بعد الار بي، هيطلع منهم. وادي الطاسة، الطاسة هي هتطلع برضك منهم. واللبسة ديت هتطلع برضك من الصناديق بتاعت الار بي، اللي هو لما تجمع نقط تقدر تستبدلهم. لا 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 حاجة كويسة، ممكن تفتح لها صناديق كمان. وبص الميني دوت، لا 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 شغله هيبقى موسم كويس. لا حلو قوي سكن الميني دوت، حلو جدا كمان. لا 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 موسم، هيبقى شكله موسم استثنائي النهاردة. لا 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 موسم 13 بيعوضونا عن المواسم اللي هي ايه مشيها بالحب دي. وادي برضك لبسة من لبسات الصناديق قبل ما تمشي.